ما فيش حاجه اسمها مصالح. يعني حتى الاستراتيجي موجوده والسيستم موجود والاغنيه موجوده. بس انت بنقول كل حاجه. عملها امتى ابراهيم؟ انا ما سمعتهاش قبل كده دي. يعني هي اول مره نزاعها النهارده. ولكن انا كنت عاملها ومسجلها من شهر ديسمبر. من ديسمبر؟ اه من شهر ديسمبر اللي فات من خمس شهور تقريبا. استنيت عليها كتير. يعني الظروف بقى اللي حصلت بعد كده اللخبطه والكورونا و هي دي مناسبتها. وشويه احداث شخصيه وبتاع حاجات كده حصلت فالدنيا اتاخرت بينا شويه وجت المناسبه بتاعتها احسن من اي مناسبه ان هي تتذاع النهارده. كنت حريص على اهدائها انت للكابتن الخطيب قلت لي. اه طبعا يعني يعني محبتي ليه واعتزازي بان هو رئيس نادي الاهلي واحنا بينا عشره كبيره وتقابلنا كتير في مناسبات كتيره وهو عارف قد ايه يعني محبتي ليه وعلاقه ما شاء الله جميله ويا رب دايما يديله الصحه ومنور مكانه ومنور النادي الاهلي دايما فبهدي له الاغنيه وبهدي لها لكل عشاق النادي الاهلي انه يفضل الاهلي كيان طبعا.